سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحتكم بخير، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. المهم المهم قول لي غبورات، هذه غبرت عليكم. الحمد لله انا رجعت معكم، كنت عيان. تي الدبانه منين تبعتني؟ هذه باينه تابعاني من المغرب، هذه اختي عندها واحد الدبانه من الصباح كدور لنا هذا البيت. المهم كنت عيان واحد شويه، المهم الحمد لله كنحس براسي شويه لاباس، داكشي علاش قديت نهز الكاميرا ونصور معكم اليوم. المهم كما كتعرفوا انسان مرحله بمرحله، كاين مرحله كتجي صعيبه بزاف، مرحله شويه، مرحله كيكون واقف، مرحله كيكون فيها صامت، صافي كتجي واحد المرحله عاوتاني صافي كتحش لي الرجلين. قلت انا نجلس واحد شويه مع راسي، مابقاش مضغوطه من جهه اخرى ومضغوطه من التصوير ومضغوطه بزاف الحوايج كيتراكموا عليك مره واحده. احنا راه بنادم كما كنقولوا اللحم ودم كما كنقولوا، انسان يرتاح شويه، يرتاح يرتاح يرتاح. قلت شحال ما قديت ارتاح، شحال ما قديت سيمانه جوج ثلاثه شهر شهرين حتى نقدر نصور ونصور صافي. داكشي علاش غبرت عليكم، قلت ارتاح من السوشيال ميديا، ما بقيتش حتى ندخل السوشيال ميديا ولا نشوف هذه صافي جلست. المهم انا رجعت معكم، هادشي علاش كنت غايبه كما قلت لكم، بغيت ارتاح واحد شويه. والمهم حنا كنختصروا كل شيء بكلمه الحمد لله، قال لك اللي ما عنده الكثير عنده القليل، الحمد لله الحمد لله. المهم انا دابا عند خواتاتي، كنت في داري جيت عند خواتاتي، دابا راه جلست عندهم غير شي يومين دابا، غادي نجلس معاهم اللي بركوا يقولوا لي بدلي النفسيه. اجي قالتي هذه قالتي هذه اختي لها، هما ديك الدكتوره اللي كانت مشات عندها قادت ليها سنيناتها ما شاء الله جوها زوين، قالت لي شوفي راه هي تاهي نزلي عندها تقعد لك. قلت شحال هادي وانا كنقول متخوفه بصراحه، انا راه دابا شي 3 سنين ولا هذا كدور في راسي الفكره انني قادم، كنقول ما نقادمش قادم ما نقادمش، خايفه اول حاجه من ما كينجرومش هما بزاف غير من الفوق. قالت لي راه ما برضتش ليها هي، قالت لي غير من الفوق كيحيدوا لك واحد شويه واحد الطبقه بالفوق باش يقدروا يلصقوا لك هذوك القشور، القشور ديال السمايل، ماشي السنه كامله غتطلع الى سقلك لا غير القشور من الفوق والسالك من التحت كيبقاو. المهم كتشوفوا الديفو اللي في السداري، انا سداني صفرين خرج عليهم عاوتاني، انا حسيت بالمور هذاك التقويم زادوا صفار وكاع كملت، هما كانوا في الاول ولكن ما كانوش بحال هكا بهذا الدمار، دابا راه الدمار شامل. وزدت كملتها بالعماره اللي الوسط، هذيك راه عماره بدات تزرق ليا ومبقاش لونها بحال السنين، هذيك العماره حتى هي تحيده ليا، قالت لي نحيدها لك عندكم التخلع بنات تحيده ليا، راه عندي هنايا خاويه حيت كانت سوسه خواتي ليا وعمرتها. المهم قلت لهم واخا نمشي، انا عندي رانديفو اليوم والدكتوره كنا هنا يحداهم، نمشي ان شاء الله باش نشوف واش غدير ليا. المهم بقى انا ما نزلتش، بقى ما تغديناش، فقنا بكري الصباح بكري مع ديك السبعه كتعرف الوليدات هنا كيفيقوا صافي. فقت معاهم وجدت اتاي والمسمن وداك الشيء، لا هما حط الطابلو كتقول لي نوضي تفطري نوضي تفطري، فطرنا ورجعت بنتي نعست صافي. غنلبس حويجاتي من دابا شويه باش غنمشي ان شاء الله ننزل معاها. المهم شجعوني البنات قالوا لي ما تبقاش انا غادي حيد عليك هذه الحاله وقع كازا ليتي العام اللي جا لقاوك كازا شاده قنشو وتخمي عاطيني عليك الريزه. المهم نشوف دكتوره دابا ونرجع، انا غنرجع لداري يمكن نرجع اليوم ولا نرجع غدا. المهم انا جيت عند بيتي دابا، عند وقع لي يوبيل 3 ايام يوبيل وقع لي، جيت بايمتى جيت؟ بت البارح والبارح بت البارح واليوم 3 ايام دابا، 3 ايام يا نمشي لداري غدا يا نمشي اليوم بالليل. المهم حيت الدكتوره هنايا قريبه قلت بلا ما نقدم جي نجري من عجمان، انا هنا حدا خواتاتي ماشي عندها. المهم هادشي ما كانش علاش كنت غايبه كما قلت لكم، ما قديتش كاع نصور حتى حاجه، ما والو والو تقول في نهز الكاميرا ما كيطلعش معايا حتى حاجه، راه صور فيديو بزز عرفتو، راه شحال برا كنبغي بزز على راسي كتعرفوا راه هادي خدمتي، والله اش نقول لكم راه بغي بزز على راسي بزز بزز على راسي، كنقول لا خاصني نروض خدام عدي هادي وعدي هادي، ولكن كنحط ديك الكاميرا كل
قلت حيد عليا صافي نولي يعني نولي شويه مزيان داكشي ونور نصور هذا مكان ان شاء الله نرجع معكم ما يكونش هذا الفيديو عاوتاني ونغيب ان شاء الله نعاود نرجع معكم كما كنت كما صورت لكم كتشوفوا من نزلت المغرب ما شاء الله والله العظيم ملي نشوف من نزلت المغرب عرفتي بحال شي طاقه بحال تبدلت في الطاقه وما شاء الله وداكشي والله شو تخيلوا معايا هنا عندي التصوير اسهل هتقول لي علاش هنا بامكاني شي المغرب كنت كنصور لكم في الفتره الاولى فيديو يوميا هنا بامكاني نصور لكم جوج فيديوهات علاش عندي سهل هنا راه كنحط الفيديو وانا جالسه دابا نحط فيديو كيمشي طياره كينزل بالزربه حيت عندنا ما شاء الله هنا الواي فاي هذا المدخله اختي وتي اللي عندي في الدار في عجمان طياره يعني نحطو 5 دقائق ما كاملش كينزل الفيديو تما الفيديو لكن كيعذبني كنت كنخرج بالليل ونمشي حتى للمدينه تخيلوا معايا ونزل فيديو مقعصر عليه كنتسنى فيه كيتعالج ونتسنى فيه ينزل وانا واقفه وشويه ندخل الطوموبيل وشويه يعني شويه ديال العذاب اما هنايا راه طياره يمشي ليا جوج فيديوهات نصور واحد في الصباح وواحد في العشيه ولكن هاد الانسان اللي ينوض يصور الكاميرا خاصو يكون واحد الطاقه خاص يكون واحد بزاف الحوايج المهم انا لبست حويجاتي نزلت هنايا للعياده جات معايا لهما ومريم بالحق خليت معهم دهوبه راه برا انا دخلت عند الطبيب المهم هنايا نشوف الاجراءات اللي غايدير ليا اول حاجه المهم دابا غيبدا الدكتور ينجر ليا في سناني المهم الممرضه تحط لي دابا البريوات ديال البنج نارس كاع على سنانك لك ساليت مع الطبيب ورجعت للدار ديريكت حطيت راسي عرفتوا فمي شوفوا كيفاش كنهضر حيت البراوات ديال البنج هو اللي كيديروا هكا ما تقدريش تهضري من والو شي 3 البراوات درتهم ليا هنايا وثلاثه هنايا وعاودتني لتحت بوحده حتى كملوا الفوق عاد درتي عاوتاني البراوات لتحت انا جايه كتعيط لي اختي كتقول لي نوضي قاعده تعشى دايره مسكينه قصيت كسكسو قلت لها شوف الفم اللي غياكل فين هو بنتي حطيت ليها تما رجعت كتاكل انا جايه بعت لي سقيت نوضي المهم ها انتو باش ما تقولوش راه نجروا ليا بزاف راه ما نجرش ليا شوف انا جايه باقي سخون انا جايه حيد ليا بحال الطبقه الفوقانيه واحد القشره قلت لكم راه ما غاديش نجروا ليا بزاف دكتور اللي نجر ليا ماشي دكتوره ما عرفتش شكون اللي غيركبوا ليا واش الدكتوره اللي شافتني في الاول المهم الدكتور هو اللي جا تكلف ليا بالبريد وداكشي وحيد ليا داك بحال كتكون شويه السوسه داكشي كينقي لك سنانك صافي هذا هو اللي داروا ليا اليوم المرحله الثانيه صافي التركيب المهم بحال تنفخ ليا وجهي من القناه والله يصافي ماشي مشكل المهم انا اختاريت اللون ديال السنان ما اختاريتوش داك اللون الابيض واختاريت الرسمه ديال الابتسامه كيفاش غتكون المهم تنمشي ان شاء الله نبغي نركبهم وداكشي وغنشارك معاكم المهم دابا غنوض نشوف القصيه واخا ما قدرتش ناكل غير نطلع عليهم المهم كسكسو ماما اجي كسكسو هذا شكون يغسل ليها اختي انا قدرت نغسل ليها تقولي تقولي غسلوا لي انت قالت لي غسلي لي يدي معايا يلاه فيها تكسو قلت لها غسلي لها المهم هي كسكسو اللي درنا اليوم دارت اختي بالحق مريم هي اللي دارت الكسكسو دارت خطيره شويه دارت شويه ديال الدجاج انا ما قدرتش ناكل نحيد واحد شويه خليوا لي شويه داك تاكل كلشي ومني البنجي طاير نحوال لا هما كتقول لي اه لا هما ما لابساش حوايجها ما بغيتش نشد لها لابسه غير واحد خيوطات لابسه واحد زعما بغيت نقول لهم داك شنو كيقولوا لي دي بغدو خيوطات ورقاق ماشي ديال السلال المهم صافي سندور لكم وجهي حسن وهاي ذهب توحشوك واه شوفي ليا هنا شوفي هنا توحشوك العائله بوسي ديري بوسه ديري بوسه للعائله ديري خوالات بوسه توحشاك يلا كانت عرفتي ديري بوسه للعائله
ديتو من هنا وجاوا. زيدي عاودي بوسه اخرى. يا قد البوسه. زيدي بوسه اخرى. هي هذيك. المهم تعشى وانا جيت هنايا رجعت للبيت بغيت نفرش نوض نفرش. لا هما كنتو لي نعسين هنايا في الناموسيه ما كنبغيش نعس هنايا نوض نفرش في الارض كنفرش انا وبنتي هنايا. دهب لعبي لعبي لعب دهب راه كتلعب زيطي 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 تزعلي تزعلي كدير زعل ولا زعلي. المهم خونتها اليوم وجابتها هنايا كتلعب بها راه كتعدى في البيت اختي مشات تنعس وليداتها حيت غدا عندهم مدرسه. غايشوفوك راه طلعتي برا غايشوفوها لديتي برا غايشوفوها ياخذوا لك غايتلعبي هنا يلا باش شويه تتنعسي. ايه المهم كما قلت لكم غنفرش انا وبنتي لتحت هنايا تكاو نعسو بغيت نوض نغسل وجهي ندير داك الكريم اللي الكريم راك تعرف داك الدواء اللي جبت معايا من المغرب ما قديتش بغيت نغسل غير وجهي وصافي ما قديتش نغسلو غير من داك ليكرو مني خرجت درت ليكرو نغسل غير وجهي وصافي ما قديتش بقى هاديك طلت ما طلص حتى غدا ان شاء الله. وحتى الدواء شوفوا راه عطاني واحد الدواء نديرو السنيناسي واحد الورقه ديال الدواء والله ما عرفت فين حطيتها ما قديتش مشي للصيدليه صافي قلت الصباح نيت فمي هدا وصافي البنجره بدا يتفش ليا ماشي غدا نجيب داك الدواء اللي عطاني الدكتور قال لي ديري على ما رجعتي عندي قال لي الا ما درتيش هاد الدواء بلا ما تجي عندي. المهم راه تبرى فيا قال لي عطيتك الورقه حيت شحال من واحد كياخذ ورقه وما كياخذش الدواء الدواء ماشي ديال الالام عطاني واحد السينيال قال لي السينيال مزيان للثه ومزيان للسنان الحساسه حيت انا سناني حساسه خصوصا دابا من حيت الطبقه الفوقانيه وعطاني عاوتاني ما عرفتش شنو عطاني تنصوروا غدا ان شاء الله ليكم ملي نمشي للصيدليه شوفي نصوروا ليكم شوفي شوفي. المهم انا ما شريتوش اليوم حتى غدا ان شاء الله نشري. المهم يلا غنجي معكم دابا نهايه الفيديو تصبحوا على خير وحتى الفيديو ان شاء الله الجاي ونشارك معكم اليوميات ديالي كيف ما عودتكم وكيف ما عودتكم ان شاء الله بطاقه وبحماس وما يكون غير الخير من القدام والحياة هي هذه طيحة ونوضة طيحة ونوضة وتستمر الحياة الحمد لله.